السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تصميم المبنى لو غلط ممكن يسبب أمراض؟ وبالذات إن إحنا غالبا بنقعد أغلب وقتنا في المباني، تمام؟ سواء أنت قاعد مثلا في البيت، فممكن تبقى قاعد مثلا 10 ساعات مثلا، أو في الشغل قاعد 10 ساعات برضه، يا دوبك بتخرج بين المباني، فأنت قاعد تقريبا 20 ساعة في قلب المباني. فلو المباني مصممة غلط أكيد ده ممكن يسبب أمراض، زي مثلا مشكلة في التهوية، تمام؟ زي مشكلة الإضاءة، في أماكن مش بيدخل لها الشمس ولا بيدخل لها نور، ولا في إمكانية إن أنت تعمل لها تهوية، ده يبدأ يسبب فطريات ويسبب أمراض كتيرة جدا في المكان دوت. وفي مرض اسمه متلازمة المباني المغلقة، المكان المغلق اللي أنت قاعد فيه دوت ممكن يسبب أمراض كتيرة جدا، لأن في مشاكل في الأجهزة بتاعة التهوية مثلا. في التهوية اللي صمم تهوية كيميائية غير كافية، في معدل رطوبة منخفض، في درجة حرارة مثلا عالية أوي مثلا، أو في تغير كبير بين الليل والنهار، في مشكلة في موضوع الإنارة، فده هيعمل مشاكل في العين مثلا. كل دي مشاكل ممكن تحصل لو التصميم غلط، فلذلك لازم يكون، وبالذات المباني القديمة كان بيراعى فيها المباني الحاجات ديت. يمكن المباني الحديثة النتيجة لضيق المساحة والأراضي غالية والمتر غالي، فبتلاقي الموضوع بصعوبة جدا، فلازم نخلي بالنا من بعض الحاجات، بالذات مثلا موضوع المطرة مثلا اللي حصلت من دول، هتلاقي إن في ناس كتير ماتت، فلازم يكون تصميم راعي الموضوع المطرة مثلا. على سبيل المثال مثلا السقف لازم يكون معزول كويس، بدل ما تيجي شوية مطرة تروح داخلة على المباني تخش على الكهرباء تسبب في موت ناس، مجرد إن في مياه وكهرباء مع بعض، تمام؟ ما يوصلش ستارف بتاعة البلكونات، لو هي مش معمولة ممكن البلكونة تروح واقعة، لازم موضوع الصرف يكون كويس، بالذات لو أنت بتصمم أو قاعد في الدور الأرضي. التصميم بتاع الدور الأرضي لو المبنى عالي بيبقى ليه حاجة خاصة بيه، ليه مواسير صرف خاصة بيه، على أساس إن المياه ما تردش وتظهر، أو المايه تبدأ تطفح تاني أو تطلع تاني. لازم تتأكد إن الأسلاك الكهرباء كلها مغطية ومعزولة، ويكون في صيانة، يعني ممكن تنقذ المبنى لأن أنت بتعمل له صيانة. الأسانسيرات لازم يكون فوق معزول عكس المطرة، إحنا مركزين بس على المطر عشان المشاكل اللي حصلت، ونتمنى إن الناس تتجنبها. لو عندك جهاز تكييف في البلكونات ابدأ غطيه وامنع مية المطر إنها صلوا، لأن هو شغال بالكهرباء فلازم تعزله، إلا لو أنت عندك جهاز ما بيشغلش بالكهرباء، تمام؟ فلازم نركز على الموضوع دوت، ولازم نركز على إن المبنى نفسه ما يعياش. المبنى لو عيا هي ممكن يسبب عيا وموت للناس، يعني بجانب التصميم الخطأ. المبنى ممكن يعيا، ممكن يعيا ويجيله أمراض لو في بدأت تشققات تظهر، سواء شائية أو غير شائية، فلازم تلحق بسرعة. لازم يكون في صيانة كل مثلا سنة مثلا، حد يجي متخصص يشوف. الرطوبة هتأثر على المبنى وهتأثر على الناس اللي موجودة هناك. لازم في كل فترة كده في فاسيلتي مانجمنت بيجي ويتأكد إن المبنى شغال كويس ومفيش أي مشاكل موجودة، وقبل المطر وبعد المطر نبدأ نشوف المشاكل ديت. ويا ريت أي حد شارك في تصميم مبنى والمبنى ده طلع غير مناسب، ده لازم تحاول تحقيق. بورش يتعدي من بورش يتسجل، بس بيتحاول تحقيق، بنشوف هل هو مسؤول عن الموضوع ده ولا لا. يعني الطرق اللي غرقت في ناس لازم تتحول تحقيق، ولازم يدرس ونشوف الموضوع اتحل ازاي. حصل كتير جدا ان ناس اعرفهم، وممكن نقول اسامي، مثلا واحد من الناس اللي الدكتور زهير فايز، الشركه بتاعته كانت صممت مكان، وبعد كده جت المطر غرقته، اتمنع من السفر لحد ما نتأكد إذا كنت أنا مسؤول عن الموضوع ده ولا لأ. كنت شغال مع مدير وكان في الإمارات، وحصل حريق في مبنى هو كان مصممه، ممنوع تسافر غير لما تتأكد ده غلطك ولا نتيجة أخطاء حد تاني اللي نفذ، أو الناس مش عارفة تتعامل مع الحاجة وكده. وبعد فترة طلعوا براءة ومفيش مشكلة خالص، بس المهم إن هما في دراسة مين سبب المشكلة، وده لازم يتعاقب ولازم ياخد جزاءه، او يبقى مسؤول ان هو يصلح المشكله دي. يعني بقى كذا سنه بتحصل في نفس الشوارع في نفس الاماكن مشاكل في المطره،
والشوارع دي كانت شغالة زمان، فإيه سبب المشاكل؟ لازم يدرس الموضوع ويتحط حلول، لازم إزاي الماية تتصرف. على سبيل المثال مثلا ممكن يبقى في خزان ماية تحت الأرض، نبدأ يجمع فيه الماية من مكان كبير مثلا، تكون مواسير توصل ليه، لأن تكلفة إن أنت تعالج الماية بتاعت المطر أقل بكتير من تكلفة معالجة مياه الصرف الأخرى.